فنحن مستمرون ونحمد الله ونشكره ببركات الحسين وبركات أخيه أبي الفضل العباس. عاد إلينا زميلنا وأخونا وعزيزنا أحمد حسن كي يشاركنا بهذه التغطية، وهذه نعمة لا تعد ولا تحصى، والكلمة له. نعم أحسنت معتز. نعم أعزائنا مشاهدي قناة الفرات الفضائية، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى حلول أربعينية سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، ونحن نستذكر ونحيي أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حري بنا أن نستذكر استشهاد سيدي ومولاي الإمام الرضا أنيس النفوس وغريب طوس عليهما الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، والذي يصادف هذا اليوم هو يوم استشهاده عليه السلام الإمام الرضا عليه السلام. ونحن نستذكر استشهاده، نستحضر الحديث، حديث الإمام الرضا عليه السلام مع ابن شبيب عندما قال له: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا على شيء فابكي على جد الحسين عليه السلام، فوالله لقد ذبح في كربلاء كما يذبح الكبش، ومعه 18 من أهل بيته لا ليس لهم مثيل على وجه الأرض. نعم أيضا الإمام الرضا عليه السلام يقول: يوم الحسين أسبل دموعنا وأقرح جفوننا وأذل عزيزنا. الله أكبر، يا له من يوم عظيم، يوم الإمام الحسين عليه السلام. يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، رغم الجراح التي يعيشها ورغم الألم الذي يعيشه، إلا أنه لا يوازي بالتأكيد ألم المصيبة وألم اللوعة بفقدك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا حسين. نعم أتوجه بالمايك وبالصوت إلى الزميل علي الغزي، يسأله كيف تصف هذا المشهد الذي نقف أمامه، مشهد الزائرين. مأجور مأجور حج أحمد، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، وببركات الإمام الحسين عليه السلام أنت اليوم تتواجد ويانا بهذه التغطية. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على خدمة الإمام الحسين وعلى زوار الإمام الحسين. وبهذا اليوم نعزي صاحب الأمر والزمان الإمام الحجة المنتظر ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، ونحن بكربلاء المقدسة نرفع الأكف اليوم بالدعاء إلى زوار الإمام الحسين لتقبل هذه الزيارة. ونحن واكبنا هذه المسيرة، مسيرة العشق والإباء من البيشة وصولا إلى كربلاء الفرات، تنقل هذه الصور الحسينية، هذه الصور الولائية التي تتجسد بها معاني الإيثار، معاني الصمود. نعم من يحاول الإساءة لهذا الطريق اليوم كان الزار يثبت للجميع أنه حسيني الهوى والانتماء، فهذه المسيرة خالدة، هذه المسيرة صامدة، والله لم تمحو ذكرنا. فببركات المسيرة الحسينية اليوم الفرات وجميع القنوات الفضائية تنقل هذه المسيرة وتنقل هذه الشعيرة المهمة. نحن نقترب من زيارة الإمام الحسين، زيارة الأربعين بعودة الركب الزينبي إلى كربلاء، ونتواصل معكم بتغطيات مباشرة بأكثر من نافذة. إذا زميل المخرج يعطينا هذه الصور الولائية والحشود المليونية اليوم التي تتواجد بكربلاء، وما ننسى اليوم الوفود الأجنبية والعربية اللي بدأت تدخل عبر المنافذ الحدودية وإلى كربلاء عن طريق المطارات. جهد يبذل اليوم، جهد حسيني من الخدمة الحسينية من قبل أصحاب المواكب، وجهد أمني من قبل رجال القوات الأمنية والحشد الشعبي، وجهد طبي من قبل المؤسسات الصحية والمستشفيات الميدانية، وجهد حسيني للمواكب المعزية التي تدخل بين الحرمين وتخرج من في أزقة كربلاء لترسم هذه اللوحة الحسينية. مشاهدينا الكرام، أنا والزميل أحمد ومعتز والأخوة بالكونترول بالبث المباشر، المهندسين والمصورين، معانا أيضا شبكة من المراسلين المبدعين بهذه المسيرة الحسينية، الله يتقبل إن شاء الله أجورهم ويسجلنا بدفتر الزهراء خدام للحسين. الآن بهذه الرسائل الحسينية مع شبكة المراسلين ننتقل إلى مراسلنا سجاد الخرسان، وقل له عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله، وانقل لنا المشهد الحسيني، المشهد الأربعين وأنت بين الزوار.